بكوبايتين دقيق هنعمل وصفة من أجمل وألذ الوصفات، فطاير البطاطس بالخضار. انتوا متخيلين 11 رغيف عملناهم بكوبايتين دقيق بس؟ وصفة اقتصادية من الدرجة الأولى، بالنسبة لطعمها ما يختلفش عليها اتنين. وصفة كده طعمها رائع جدا جدا وخفيفة ومغذية. الجمال ده كله هنعمله مع بعض خطوة خطوة، كمان هنعملها بعجينة هشة وقطنية. وما تقلقيش لو أول مرة تعملي معجنات هتطلع معاكي ناجحة من المرة الأولى بإذن الله. بفكر قبل ما نبتدي وصفتنا تفرحوني بلايك وشير للفيديو. هنستخدم النهاردة كوبايتين من الدقيق، وبفكركم ان احنا لازم ننخل الدقيق قبل ما نستخدمه. كمان هضيف نص ملعقة من الملح، نص ملعقة صغيرة. هنركن الدقيق شوية كده على جنب، وبعدين هنجيب نص كوباية مية، مية يعني من الحنفية عادية مش سخنة ولا حاجة. وبعدين هنضيف ملعقة ونص من الخميرة الفورية، وطالما ضفنا الخميرة لازم نضيف نص ملعقة السكر علشان بتنشط لي الخميرة، كمان بتعمل تعادل في الطعم. هنضيف كمان نص ملعقة صغيرة من البيكنج بودر، وهنقلبهم كويس كده مع بعض لغاية ما ندوب السكر. بعدين دلوقتي هنعمل الخلطة اللي هتخلي العجينة معانا تطلع هشة كده وقطنية. انا اخدت ملعقة كبيرة من الدقيق وضفتها على الخميرة والبيكنج بودر والمية، وبعدين ضفت ملعقة كمان كبيرة من الخل. دي اللي هتنشط لي الدنيا وهتنشط الخميرة والبيكنج بودر، وهتخلي العجينة معانا تبقى زي القطنة. هدوبهم كويس، وزي ما انتوا شايفين كده حصل فوران علشان احنا ضفنا الخل على البيكنج بودر والخميرة، فده طبيعي انه يحصل فوران بالشكل ده. فانتوا بقلبوا الكوباية فوق العجين علشان تنزل معاكم الخميرة على العجين. وبعدين هنضيف ملعقتين كبار زيت، وهعجن العجينة دي بايدي، يعني هضيف المية شوية شوية وهعجنها بالراحة. هنفضل نضيف في المية شوية شوية كده، مينفعش نضيف المية مرة واحدة علشان العجينة ما تخنيش، فافضل ازود دقيق وازود مية والدنيا تبوظ معايا. فانا يعني تلافيا للموضوع ده بضيف المية حبة حبة وانا بعجن. هنلم العجينة كويس جدا جدا، والعجينة دي محتاجة عجن كويس جدا لغاية ما العجينة لما تشديها كده ما تبقاش شبكة معاكي او تتقطع، ده دليل على ان هي اتعجنت كويس. بعدين بدهن وش العجينة كده بالزيت علشان تبقى طرية معايا، وهاخدها على مكان دافي هغطيها وهسيبها لغاية ما تختمر. بعدين هجيب طاسة وهقطع بصلتين كبار او بصلتين متوسطين براحتكم، انا بحب البصل كتير في الوصفة دي. وبعدين لما يسخن الزيت لازم نتأكد ان الزيت سخن كويس، هضيف البصل وهقلبه لغاية ما لونه يبقى جولدي كده، مش هستنى لما يحمر لانه لسه هياخد حبة معانا على النار. ضفت نص ملعقة كبيرة من الثوم وهقلبه مع البصل، وبرده مش هنستنى لما يتحمروا، لا انا مستنية بس ريحتهم تفحفح كده واتأكد ان هما اندمجوا كويس مع بعض. بعدين هضيف المكون الثالث وهو جزر مبشور. اغلبنا ما بنحبش الجزر وما بنستخدموش في اكلات كتيرة، فاحنا بندخله كده في الحشوات علشان نستفيد من القيمة الغذائية الجميلة بتاعته. طبعا هو غني بفيتامينات كتيرة زي فيتامين د وفيتامين اي، فالحاجات دي طبعا مفيدة جدا جدا للنظر وللعظم وللجسم عموما. اول ما يدبل معايا الجزر هضيف المكون الرابع وهو الفلفل الالوان. زي ما انتوا عارفين انا بفرز الحاجات دي علشان تسهل عليا الوقت والمجهود وكده. احنا بنضيف الحاجات المتفرزة دي على الطاسة على طول، ما ينفعش تسيبيها تفك معاكي على الرخامة. بعدين انا كنت سلقت بطاطستين وهنهرسهم كده سواء بالهراسة او بالشوكة اي حاجة عندك. بعد ما هنهرسهم كويس كده هنضيفهم على المكونات اللي في الطاسة، وما تضيفوش البطاطس مرة واحدة عشان ما تغلبكمش في التقليب. احنا بنضيف شوية شوية كده علشان يندمجوا كويس مع بعض، واحنا كمان ما نتعبش. اول ما يندمجوا كويس الشوية الاولانين دول بنضيف الشوية الباقيين، وبعدين بنقلبهم وطبيعي هيندمجوا بكل سهولة. هقلب المكونات الجميلة دي كلها مع بعض. احنا بنضيف الحاجات دي علشان نعلي القيمة الغذائية، لان احنا مش عندنا لا زيت لحمة ولا فراخ، فاحنا محتاجين نعلي القيمة الغذائية. البهارات اللي هنستخدمها النهاردة بسيطة جدا، فلفل اسود، كزبرة، كمون، بابريكا، ملح. ودي خلطة البهارات السحرية بتاعتي، لو مش متوفرة طبعا البديل بتاعها اي بهارات انت بتحبيها، وممكن كمان تضيفي حبة مرقة، لكن انا ما بحبش المرقة بصراحة في الوصفة دي. انا مش قلت لكم خلطة البهارات السحرية دي بتاعتي كنز في المطبخ، انا ما بستغناش عنها في اي وصفة بصراحة، بتضيف يعني طعم مميز جدا، انا بنصحكم تعملوها، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو.
ممكن تضيفوا ملعقة كبيرة من خلطة الماكس جريل دي اللي هي خلطة المشويات، او ممكن من خلطة البرجر تضيفوا ملعقة كبيرة مليانة، بتدي برضو تيست حلو للخلطة بتاعتنا. هرجع بقى للعجينة بتاعتي اهي اختمرت، عد عليها ساعة، لو في الصيف ممكن تاخد معاكي ساعة الا ربع، اول ما يتضاعف حجمها كده ما تستنيش لما تخمر زيادة عن اللزوم عشان ريحة الخميرة ما تبقاش باينة قوي في العجينة. بجيب طبق وفي حبة زيت ويدوب بدهن ايدي دهنة بسيطة من الزيت علشان العجينة تبقى مرنة كده وحلوة معايا وطرية، وبشكل بيها بعمل الكور، كل كورة من دول على حجم الرغيف اللي انا هعمله او الفطيرة اللي انا هعملها، ما تبالغوش في حجمها، يعني خلوا حجمها كده ميديم لان خير الامور الوسط زي ما احنا عارفين. هشكل كل الكور، بصوا انا حطيتها في كفة ايدي عشان تعرفوا الحجم، دي كل الكور اللي طلعت لي النهاردة او الفطاير، 11 فطيرة حجمهم كبير على فكرة. ودي الخلطة بتاعتي بعد يعني ما هديت شوية، لان لو سخنة هتلسع ايديك، فاستني لما تهدى. هعمل برضو كور، احنا النهاردة الاكلة بتاعتنا برعاية الكور. كورنا العجين ودلوقتي بنكور الخلطة علشان نسهل على نفسنا عملية الحشو. شايفين الخلطة دي كبيرة على فكرة، انا استخدمت نصها بس. عايزة الفت نظركم لنقطة مهمة، الكور اللي احنا عملناها بالحشوة بتكون اصغر حجمها من حجم الكورة اللي احنا هنحشي فيها، لان الرغيف هنغلف بيه فطبيعي حجمه لازم يكون اكبر من الحشوة. بطبطبه كده لكن في النص، مش هضغط عليه كتير علشان ما يفتحش معايا، بجمع الاطراف بصوابعي كده، واهم حاجة بقى في النقطة دي كلها علشان ما تغلب كيش وانت بتسويها في الفرن وما تفتحش معاكي، لازم تقفليها كويس جدا جدا، قفليها كويس علشان لما تضغطي عليها ما تفتحش معاكي. بضغط عليها باطراف اصابعي كده وعلشان اوزع الحشوة كويس علشان توصل للاطراف، وكمان علشان حجم الرغيف وشكله يبقى حلو ومتناسق، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. بعدين بديله دهنة بسيطة من الزيت، وهرصهم بقى في الصاجة اللي انا هحطها في الفرن. الصاجة برضو احنا بندهنها بالزيت. هاخد كورة تانية اشكلها معاكو. انا برقق الطروف، لكن الحتة اللي في النص دي انا ما برققهاش قوي، يعني ما بخففهاش قوي علشان ما تفتحش معايا. بحط الحشوة كده في النص وبطبطب عليها طبطيبة بسيطة يعني بايدي كده، وبعدين بجمع الاطراف بصوابعي كده وبلفها. انا رققت الاطراف علشان احنا بنجمعهم في النص علشان ما يبقوش يعني حجم العجينة تخين قوي في النص. لازم نقفلها كويس زي ما قلتلكوا، ولو في اي حاجة كده طلعت من صوابعك من الحشوة نظفي مكانك علشان ما تتحرقش في التسوية. بوزع الحشوة بصوابعي كده لاني انا وبتحسسها بصوابعي ببقى عارفة الحشوة فين، فانا محتاجة اني اوزعها على الرغيف كله. كده احنا وزعناها ودهنا الرغيف من فوق بالزيت زي ما عملنا في اول رغيف، شكله حلو زي ما انتوا شايفين، مقفول من تحت كويس مش مفتوح. تمام، هكمل كل الارغفة اللي معايا او الفطاير بنفس الشكل ونفس الطريقة. انا دهنت وش الفطاير دهنة بسيطة كده، مسحة بسيطة من الزيت، واللي هما متلونين دول انا اديتهم مسحة بسيطة من الكاتشب. دي فكرة لذيذة يعني، لو متاح بالنسبة لك الكاتشب ممكن تعمليها، بتدي لون جميل جدا في الفرن بعد التسوية، هتشوفوه معانا دلوقتي لما طلعوا من الفرن. طريقة التسوية ازاي بقى؟ انا بدخلهم على فرن سخن جدا جدا، ما تدخليش العيش على سخن على فرن باردة علشان ما يبقاش ناشف معاك. بدخله على اعلى رف في الفرن، مش الرف اللي في النص، لا اعلى رف في الفرن، وبعلي الفرن على درجة حرارة 200 اول 10 دقائق. بعد 10 دقائق بوطي درجة الحرارة علشان ما يتلسعش منك الرغيف من تحت، بوطي درجة الحرارة اخليها على 160 لغاية ما يستوي قوي معايا. بصوا هتلاحظوا ان هو بقى قابب من فوق كده زي العيش، بيبقى شكله جميل جدا جدا ومفرح على فكرة. بعد ما اتأكد ان هو استوى بولع له الشواية، ما بياخدش كده يعني يمكن دقيقة ولا حاجة علشان احنا دهنين الوش بالزيت والكاتشب، فبيطلع لي بالشكل اللذيذ اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى لو انتوا حابينه يكون ناشف الوش كده ومقرمش، هتطلعوه في الهواء فهيبقى مقرمش معاكم وناشف. لو انتوا حابين الرغيف يكون طري معاكم يعني زي القطنة كده، هتطلعوا الرغيف من الصاجة تدخلوه في كيس مشمع يعني، او كيس من اكياس التلاجة النظيف، تحطوا كل الرغيف لوحده، او لو حابين تحطوا الارغفة كلها في كيس واحد يكون نظيف، او ممكن تغطوه برضو بفوطة، كل ده متاح، هيخليلك الرغيف يبقى طري معاكي وزي الاسفنجة. انا هفتح لكم العيش من جوه كده تشوفوا شكل الفطاير عامل ازاي. بصوا بقى الحشوة،
متوزعة كويس جدا جدا علشان احنا ضغطنا عليها بصوابعنا زي ما انتوا شفتوا. طعمها بقى لذيذ وهشة، طعمها فعلا فعلا في منتهى الروعة والجمال. لازم لازم تجربوها الوصفة دي، لازم تتجرب يا جماعة، طعمها لذيذ جدا جدا. وفي نهاية الفيديو حابة اشكركم من كل قلبي على ذوقكم ومحبتكم وتعليقاتكم الجميلة. بكرة بإذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة. ما تنسوش تفرحوني بلايك وشير للفيديو.